مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان. ينطلق شوطنا 21، ينطلق وشوطنا يحمل أسماء قوية، وشوط يحمل فئة الإبكار المحليات الأصايل. مباشرة أبدأ مع المركز الأول، أبدأ مع الصدارة الأولى، الرفادة تأتي على المركز الأول. سلطان بن سالم بن عجيل الاكتبي يأتي مع الرفادة مع بداية الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني هناك القدوم والانطلاق مع المركز الثاني، هناك مياس عبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي قادم على المركز الثاني، مقدما لنا مياس على المركز الثاني والمركز الثالث الوصول والقدوم مع المركز الثالث. وهناك ايضا الانطلاق المميز مع المسك، يقدم المسك، يقدمها مبارك بن متعب بن سالم بالعام الاكتبي، يتقدم بهذه اللحظات. وأيضا الانطلاق المميز على المركز الرابع، يأتينا على المركز الرابع شعار العويسي قادما محمد بن حمد العويسي، وسرابة قادما لمحمد بن حمد أو محمد بن حمد بن سعيد الهاشمي يأتي على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك الوصول على المركز الخامس القادمة والمنطلقة بهذا الانطلاق شعار بن مرخان، هذا مع الغزي السهيل بن مبارك بن مرخان يأتي مع الغزيل على المركز الخامس. المركز السادس هناك الوصول مع أيضا أداء وانطلاقة وتحديات الشاهنية، الشاهنية قادمة، عيد بن صير بن قنون قادم بهذه اللحظات، وبن معدن بدأ يتدخل بهذه اللحظات مع انتباع علي بن عبيد. بن معدن الاكتبي قادم بهذا الانطلاق كما قدم مستانس، يأتي بهذه اللحظات يقدم لنا انتباه. وايضا القادم بالضبيعه مع زود مطر بن عبيد بن محمد بالضبيعه الاكتبي، وايضا اوصلت وتوصل وتدخل ايضا منها بسالم بن عتيج بن علي بالقوم الاكتبي، يقدم لنا نهب بهذا الانطلاق المميز. والاسامي قادمه وياتينا شعارك يا بن دري مع الواعيه احمد بن سالم بن احمد بن دري، يقدم لنا الواعيه وبدت توعي الواعيه وتنطلق بهذه اللحظات. هذه الأسماء المتقدمة، وعودتنا لك يا ممثل المدام، يا ممثل المدام مع المركز الأول مع بداية الشوط، يأتي مع بداية التحدي هنا مع مياسة عبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي، متقدمين الجميع، متقدمين الجميع على بداية الشوط على المركز الأول على تحديات هذا الانطلاق المميز مع هذه الأسماء الرائعة الجميلة. المركز الثاني سرابة لمحمد بن حمد الهاشمي قادم على المركز الثاني. المركز الثالث تأتينا انتباه القادمة لعلي بن عبيد بن معدن، يقدم انتباه القادمة. وأيضا وصل شعار بن متعب مع أيضا المسك محمبارك بن متعب بالعامري الاكتبي قادم، وأيضا وصلت الشاهنية بخيت بن حمدان بن محمد بن بخيت الحميري. هناك القادم بهذه اللحظات والواعية قادمة، قادمة الواعية أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، يقدم لنا الواعية والأسامي قادمة. والشوط الشوط بدت الأسماء بالاقتراب من بعضها البعض، بدت هنا تبحث عن المركز الأول واقترابنا للكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير. ولكن البداية معك يا الهاشمي، يا الهاشمي، يا مالك، يا من تقدم، يا من تقدم لنا سرابة محمد بن حمد بن سعيد الهاشمي. ولكن انتباقات ما انتباقات ما علي بن عبيد بن معدن الاكتبي قادم، وبن دري بن دري قادم، قادم مع الواعية والأسامي قادمة. والشوط ولع، الشوط ولع، الشوط ولع. أيضا القادمة الشاهنية، الشاهنية قادم، الحميري قادم، قادم مع الشاهنية بخيت بن حمدان بن محمد
محمد الحميري، ولكن اللحظات الأخيرة روح يا بن معدن، روح يا بن معدن، وصل لوت الهجوم، ولكن ابناء العين، ابناء المرموم، ابناء المدام، ولكن ابناء زاخر، ابناء زاخر بن دري، احمد بن سالم بن دري مع الفوز والانتصار. سلام سلام يا راعي براقة، سلام سلام يا بن دري، سلام سلام يا احمد يا بن سالم، والتهنية موصولة لك يا ابو حمد. يا سالم يا بن دري يأتي بهذا النوع الفاخر، يأتي كما عودنا مع متناهية وبراقة ومبشرة، الاسماء القوية التي حصد السيوف، يأتي بهذا الشوط مع الواعية، والواعية توعي الى الفوز والى الانتصار. احمد بن سالم بن دري المركز الثاني، اوصلتنا انتباع علي بن عبيد بن معدن المركز الثالث، هناك الشاهنية بخيت بن حمدان بن محمد الحميري المركز الرابع، حتى المركز العاشر ندع على خط النهاية. تهانينا والناموس لمالك الواعية احمد بن سالم بن دري على هذا الفوز والانتصار وعلى انتزاع المركز الاول.